ويلكم تو ليرن انجلش بس بس محمد سعد تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده مراجعه نهائيه سنه تاني اعدادي منهج نيو هالو الترم الاول اكسرسايز اون يونت 5 حل سؤال الباراجراف ازاي تكتب باراجراف باللغه الانجليزيه. هنا بيقول write a paragraph of 90 words on. خلي بالك من النصايح اللي هقولها دلوقتي مهم جدا. اول حاجه تقرا الموضوع اللي ايه الموجود هنا وترجمه علشان تعرف انت هتكتب عن ايه. مهم جدا تكون مذاكر الموضوعات اللي عندك في المنهج وحافظها كويس علشان اي موضوع يجي لك فيه تكتب عنه. الاهم من ده لازم تكون حافظ كلمات كويس، لازم تكون حافظ كلمات المنهج كلها وكلمات كمان خارج المنهج. اساسيات اللغه الانجليزيه لازم تكون حافظها، ادوات استفهام، الافعال المنتظمه وغير المنتظمه، كل ده. والاهم من ده لازم تكون فاهم جرامر. وهتفهم جرامر ازاي؟ لازم تخش على القناه في قوائم التشغيل هتلاقي الجرامر كله موجود، كورس تاسيس لغه انجليزيه للاطفال وللكبار الجرامر كله موجود. تمام، خلي بالك من النصايح اللي هقولها واحنا بنكتب كمان عشان تعرف تكتب باراجراف. اول حاجه بسيب مسافه سنتي كده في اول باراجراف، اول باراجراف بس. تمام، بعد كده هبدا اي باراجراف يجيني بالجمله الافتتاحيه دي، الجمله دي بتشجعك تكتب اي باراجراف. خلاص تمام، ايه هي الجمله دي؟ هنقول ايه للناس؟ هنقول لهم ايه يا جماعه؟ ها هنقول ايه؟ today النهارده I want to talk about. واكتب العنوان، اكتب العنوان، الزق له العنوان على طول. ايه العنوان بقى؟ هاو. يا جماعه النهارده عاوز اتكلم عن ايه؟ هاو. ها يو تتحول لاي، ينهر ابيض على المعلومه دي. هاو اي كود، ينهر ابيض على المعلومه دي. هاو اي كود، مفيش مسافه اكمل تحت. هيلب اتش اي ال بي، طبعا انت في الامتحان مش هتسيب المسافه دي، بس احنا عشان الكمبيوتر يعني ايه كده يعني. هاو اي كود هيلب بيبل بي اي او بي ال اي ان، ينهار ابيض يور تتحول لماي، يور تتحول لماي. تمام، ان ماي كوميونيتي سي او ام ام يو ان اي تي واي، ازاي انا احاول اقدر احاول اساعد الناس في المجتمع بتاعي. يا نهار ابيض ازاي ده، لازم نساعد بعض يا جماعه، امال ايه؟ يبقى احنا كده فكرنا وايه وهنكتب بقى. ها هقول ايه؟ يلا نبدا ونشتغل بقى ونفرد اللي في قلبك، تفرده كله، ما تبخلش على نفسك. يبقى هنقول ايه؟ ها I can do many، انا اقدر اعمل حاجات كتير. many acts of kindness yeah I can do many acts of kindness period. طبعا هو الاي كابيتال عملها هو عنده، هو عشان اول حرف عنده هو كابيتال مش عندنا احنا. عندك انت حبيبي، عندك انت حبيبي يا كمبيوتر، خلاص لكن مش عندنا. بعد البيريد يا اولاد بسيب مسافه وابدا بحرف كابيتال. تمام، I can do many acts of kindness. نكمل الجمله to لكي people او للناس، to people اقدر اعمل ايه لطيفه للناس، في اعمال فيها مساعده للناس. to people ها in my community c o m m u n i t y وحط period بعد period اسيب مسافة وابدأ بحرف capital. ايه الاعمال اللي ممكن الواحد يعملها؟ I can work as a volunteer in a charity or a hospital، ممكن اشتغل كمتطوع في جمعية خيرية او مستشفى، ده شيء مهم جدا. يلا نديها I can work as a volunteer in a charity، جمعية خيرية، or
هوسبيتال، مش هتكفي معايا اكملها تحت معلش يا جماعة. هوسبيتال H O S P I T A L period. هتقدر تعمل ايه طبعا بعد المستشفى؟ بعد ايه طبعا؟ ايه مفيش حرف كابيتال في هوسبيتال مستشفى هنا. بعد البيريد بسيب ايه مسافة وابدأ بحرف كابيتال. I can pick up rubbish and put it in bins. Yeah, I can pick up rubbish. انا ممكن التقط الايه القمامة and put it in beans، احطها في سلة المهملات. والاهم من ده، الاهم ان الواحد يرمي القمامة والناس تقعد تلم ايه ورانا. طب ما احنا من نفسنا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر الارض اللي احنا نمشي عليها، من مش قمامة اصلا في الشوارع ولا في اي مكان، ونحافظ على مكاننا نظيف، نحافظ على صحتنا، نحافظ على صحة اطفالنا من ايه من الامراض. يا جماعة ده شيء مهم جدا، وده ايه اول اساسيات الحضارة نفسها. خلاص ده شيء مهم جدا. هقول ايه تاني؟ I can help my neighbors by doing the shopping. I can help my neighbors by doing the shopping. shopping. شايف هنا shopping تساوي تاخد do متاخدش make. ده شيء مهم جدا يا جماعة. احنا ونكتب واحنا بنكتب الباراجراف يا جماعة بنتعلم حاجات كتير، بنتعلم grammar، بنتعلم expressions slang، بنتعلم كل حاجة مهم جدا. يا نهار ابيض. خلاص نساعد جيراننا، ممكن ايه حد محتاج مساعدة نعمل له ايه تسوق، يعني نتسوق ليه كده يعني. I can donate things and money to the charity. I can donate اتبرع. I can donate things اتبرع بأشياء عينية and وبالفلوس كمان and money m o n e y money till خدي ايه كمان اهو charity c h a r i t y period. اتبرع يا جماعه خيريه بالفلوس وبحاجات عينيه. I have to help my old neighbors. I have to يعني يجب ان، بيجي وراها مصدر فعل. I have to help my old neighbors. نساعد جيراننا يا جماعة ده شيء مهم جدا، بالذات كبار السن طبعا. yes I have to help my neighbors. I have to keep the street clean. احافظ على نظافة الشوارع. I مش هتكفي اكمل تحت. have to keep the streets clean. ده لمصلحتنا كلنا طبعا، مش مصلحة حد معين. yes I have to keep the streets clean. this helps the street cleaners so much. yeah this ده بيساعد الناس حتى اللي هو ايه جامع قمامة طبعا. this helps the street cleaners so much. yes مش احنا نرمي وهم بيلموا ورانا. ما ينفعش دي مسؤوليتنا كلنا، دي مسؤوليتنا كلنا يا جماعة، لان ايه هنعيش في حلقة مفرغة لو ما عملناش ده. تمام. I have to help beggars who are hungry. yeah I have to help. يا سلام على الباراجراف الجميل ده. I have to help beggars شحاتين يعني، مش هتكفي معايا. اديها small عشان كتبتها خلاص. نديها yeah smaller than this خط 18 هيسعفني. I have to help beggars yeah نرجع الخط بتاعنا 20 who are hungry h u n g
ار واي بيريد. ايه تاني؟ اي هاف تو بي هيلفول ان ذا كوميونيتي. يا سلام على ايه، على الجمله دي، اي هاف تو، لازم طبعا مسؤوليتنا كلنا. اي هاف تو بي مصدر فعل بعد هاف تو، يعني يجب ان هيلفول، متعاون، شخص مفيد في المجتمع. ان ماي، اكمل تحت، كوميونيتي، سي او ام ام يو ان اي تي واي بيريد. يس، مهم جدا. هنا في مشكلة عنده، نشوف ايه المشكلة اللي عنده، نصلحها له، نحل له المشكلة بتاعته. لا ده هو فاهمها ايه، عشان هو بدايتها هنا اداة استفهام عنده هو، فحط لي ايه، بيقول لي دي حط علامة استفهام. يا سلام عليك يا ذكي. لا طبعا ايه، احنا طبعا جملة ورا بعضها هنا، ده ضمير وصل معناه الذي والتي. خلي بالك، يا سلام على الغلطة، الانسان بيتعلم، اتعلم من اخطاء. هو مش عنده هو، عنده هو مش غلطة طبعا، لان هو كان عنده هو زي ما احنا قلنا، دي بداية الجملة، لكن هي طبعا مش بداية الجملة عندنا احنا. I have to help beggars who، انا لازم اساعد الشحاتين اللي، يبقى ده ضمير وصل للعاقل، ببص على قبله، في شخص عاقل يبقى لازمك تستخدم هو، مش هستخدم which. ده عندكم جرامر، ده طبعا مهم جدا. خلاص، I have to be helpful in my، هو طبعا مش فاهمها هنا طبعا ايه، مش فاهمها، فاحنا ايه، yes in my community، في المجتمع ده احنا كملناها تحت، بس هو طبعا في سطر عنده لسه مفتوحة الدنيا. خلاص تمام، فيديو جميل مفيد، يا ريت لو عجبك اديها كومنت، تعليق، اديها سبسكرايب، اديها شير. اشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير لجميع الصفوف، جميع الطلاب، جميع المناهج. الكونكت والكونكت بلس هنشتغل فيه، كل حاجه هنشتغل فيها. جود باي، مع السلامه.